اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا مطبخ صيني، ولكن بخفه دم مصريه بنسافر بنروح بنيجي بنشتاق للاكلات اللي هي بتعتبر من الاكلات الغربيه والمطعم الغربي نتيجه السفر ونتيجه ان الواحد ممكن بيعجبه اكله من اي مطعم ايا كان. معانا النهارده البيف تشاينيز. بيف تشاينيز يعني اللحم الصيني بالطريقة الصينية، ولكن كالعادة الصينيين لهم طريقة في الطهي بتشوفها طبعا شو في الطاسات وبتبقى معمولة على كارت لطيفة وجميلة. تعالوا نشوفوا ازاي نعمل لحم بالطريقة الصينية مع بعض الفليفر والطعم من الصويا صوص والجنزبيل وزيت السمسم اللي هم أساس المطبخ الصيني. معانا النهارده الفرايد رايز بالسبانخ. السبانخ دايما الاولاد بيعترضوا عليها بما ان هي اكله يا ماما عامله سبانخ انا مش بحب السبانخ، فتعالوا النهارده نعملها لهم مع الرز لطيفه وجميله. وقصه الفرايد رايز لما بياخد بيض وسبانخ اكيد قيمه غذائيه عاليه جدا. معانا سلطه شوربه النهارده، الشوربه اللي معانا النهارده شوربه لطيفه، شوربه الذره الحلوه، برضو هتبقى من المطعم الصيني او المطبخ الصيني. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. هل الشرب الذره الحلوه بتتعمل شوربه؟ هنشوف تفاصيلها مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. اعتقد ان المطبخ الصيني او المطبخ الياباني بيعطي تفاصيله سهله وطريقه التنفيذ بتاعته بسيطه وسهله. مش عايز اسول لحضراتكم، خلونا اطلع فاصل ونحن قاعدين بنتابع برنامج اكله امي في مصر ام الدنيا من خلال شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، بننتقل للمطابخ العالميه والعربيه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد، والنهاردة الطعم والمعنى مطبخ صيني. البيف تشاينيز مع بعض، مقاديره على الشاشة، لحمة على الطريقة الصينية، معانا شرايح من اللحم، دهون زيادة دهون قليلة ما بيفرقش معاهم الناس دول. الحاجة اللطيفة ان تكون حتة لحمة لطيفة وحلوة بالشكل ده كده. ومعانا طبعا المطبخ الصيني معروف بالبصل الأخضر وبالكابوتشا اللي هي شبه الكرنب بتاعنا، بس عشان برضو نخش في تفاصيل كده لان الخضروات بتاعة المطبخ الصيني شوية بيبقى معروف شكلها، استخداماتهم للخيار، استخداماتهم للسبانخ، استخدامهم للكرنب، الحاجات الحلوة اللي اعتقد ان احنا في المطبخ المصري يعني ما بنلتفتش لها قوي، ما بنديلهاش اهتمام، خلي بالكم. فده اساسي عندهم، دايما بيدخلوا الكرنب ويدخلوا السبانخ في الاكل بتاعهم، فدي اساس الاكلة بتاعت النهاردة. ده كرنباية، دي طبعا موجودة في اي ماركت كبير عشان برضو ما ندورش عليها كتير، مش هتلاقيها في اي محل بتاع خضار يعني. دي موجودة معانا، بناخد منها شوية كده حلو، ونخلي دي معانا نستخدمها، وبصل اخضر، ومعانا الفليفله الحلوه الجميله. هناخد الخضار الحلو ده كده يا عم الشيف، اول حاجه هنقطعه كده، المطبخ الصيني الخضره زي البقدونس زي الكزبره زي الشبت يعني مش كتير استخدامه، على فكره استخدامهم للخضروات دي اكتر، سواء في اللحوم او الفراخ او الاطباق الرئيسيه. اهو حلو قوي، خضار زي ده زي الفل. هنتعامل معاه ازاي؟ معانا الطاسه بتسخن على النار، هنتبل اللحمه بتاعتنا. عشان كده في المطبخ الصيني المزمبلاس او التحضير عندهم اهم حاجه، الخضار يبقى متقطع، اللحوم متقطعه ومتبله جاهزه، الحاجات دي مهمه جدا على فكره. ادي الخضار بتاعنا زي الفل، مكان تقطيع الخضار بنقطع اللحم شرايح، وبتتبل الشرايح دي بالثوم والجنزبيل والصويا صوص وزيت السمسم، وبتاخد نشا طبعا ده اساسي عشان تبقى كريسبي وقت التحمير. ادي حته اللحمه الحلوه، تقطيعها بس زي ما انت حابه بقى، شرايح اللحم الحلوه دي كده برصها فوق بعضيها، ممكن توصي الجزار يقطعها لك، او قولوا له مثلا قطعها لي زي الكبده الاسكندراني عصافير. والبعض بيستخدم اللحم الشرايح دي قطع كبيره زي ما انت عايزه. نرصها فوق بعضها كده وننزل عليها يا عم الشيف بسكينه حامله
زي الفل. هنشيل دي من هنا كمان. شوية تحضير مهمين جدا عشان نقف على النار بعد كده نشتغل. اللحم ده يتقطع ويتبل تتبيلة حلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الوسابي صوص والصويا صوص دول من أساسيات المطبخ الصيني. أنا بشيل الحاجة اللي بتعمل حاجز بيني وبين الكاميرا. حبيبي أريك أنا. شفت المخرج مبسوط مني إزاي؟ إديني مكافأة. اللحم يتقطع كده. بالشكل ده كده. الله. مش لازم كمية الدهون دي مش كتيرة يعني، خلي بالك أهو. نفس القصة. سكينتك تكون حاميه. بصراحه انا بفضل انك تقطعي اللحم في البيت، خاصه التقطيع اللي هي قبل ما تخش النار على طول، لان اللحم هنا انا مش هغسله، هو اتقطع شرايح زي الفل، حته اللحمه زي الفل، فهنا هيخش النار على طول ونتعامل معاه. حلوه التقطيعه دي زي الفل. هتيجي تقولي لي يا شيف مغازي ممكن تطلع بقى متقطعه؟ انا حابب ان احنا نقطعها مع بعض علشان نشوف تفاصيلها بالشكل ده كده. هنبدا نتبل اللحم ده مع بعض ونروق الدنيا كده. ونظافتك في المطبخ اول باول، بمناديل المطبخ تكون دايما في ايدك، تقومي لما تخلصي المطبخ وتخلصي الوجبه بتاعتك والاكل بتاعك تقفي رايقه، تلاقي الدنيا رايقه معاكي كده، وتقعدي في وسط الولاد وتسمعي كلمه حلوه من البابا والماما. تعالوا مع بعض نتبل اللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بحطها هنا معلقه معجون الطماطم، شوية صويا صوص. الله. بحط توم طازة. في الزبادي بقى، احنا مش بنعمل شاورما، خلي بالك. معلقة زيت سمسم. زيت السمسم قوي شوية غير الزيوت كلها. خلي بالك كده تمام زي الفل. معانا شوية نشا. ملاحظين حاجة؟ مفيش ملح معايا في الكاونتر أو في الاستخدام خالص. عصرة ليمون. طالما حطيت صويا صوص. بتبل اللحم دلوقتي الصيني. تاني حطيت ايه يا عم الشيف؟ حطيت معلقه فلفل حلوه او معجون طماطم، حطيت صويا صوص، حطيت نشا، حطيت توم، معانا جنزبيل طازه. ناخد حته حلوه كده. على فكره الجنزبيل ده ممكن يتفرم ناعم زيه زي التوم، وبعد كده يا عم الشيف يتخزن ويتستخدم على طول، وده اسهل على ما اعتقد. والجنزبيل دلوقتي في موسم الشتاء متوفر، يعني تقدري انك انت تجيبي كميه حلوه وسعره في متناول الجميع، تستخدميه في الشوربه، تستخدميه في الحلويات. الجنزبيل مفيد جدا من فوائده ومن اختصاصاته تنشيط الدوره الدمويه في اجزاء الجسم. مشروب الجنزبيل مشروب صحي خاصه في ايام الشتاء. علاقه الجنزبيل والقرفه علاقه قديمة الزمن، يعني من زمان قوي على فكرة. جنزبيل وقرفة. ادي الجنزبيل اهوت في قلب اللحمة. الله كده حتة اللحمة معايا جاهزة، ونقلبها كده. شفت الجو ده كده؟ جاهزة. يبقى عندي الخضار جاهز، حطهم جنب بعضيهم كده، واللحم جاهز، والنار شديدة، والطاسة بتاعتي شديدة، ويلا بينا يا عم معتز نقف أنا وأنت على النار. شفت بقى التحضير ده كده أهو، الطاسة أخبارها إيه؟ أهي. ونشيل الحاجة اللي عاملة حاجز، الله أكبر. إخواننا في الصين بقى دايماً بيتميزوا بصراحة، وأنا عملت رحلة للصين قبل كده، قعدت في كوانزو، قعدت تقريباً بالظبط والله العظيم 64 يوم أنا فاكر. أنا كنت رايح أحضر أسبوع معرض كده الفنادق والحاجات اللي هي تخص السياحة، كنت يعني معزوم، فعجبني الجو، فقعدت 64 يوم من جمال الصين وكوانزو، والمصريين هناك عاملين شغل، وكل الدول العربية وكل حاجة، فيتميزوا بالمشتريات بتاعتهم، الطاسات والاكسسوارات والحاجات الحلوة دي. حلو. فدي طبعا لو جت فرصة وحد مسافر فنجيبها. الطاسة بتبقى شكلها لطيف، متخصصة في الأكل الصيني، فاحنا معانا حاجة شبيهة ليها. بنحط معلقتين من الزيت بالشكل ده كده. حلو. وابدا اتعامل بقى اهو.
حتة اللحمة عندي فيها التوابل، بنزل بقى هنا وأقلبها. لغاية لما لونها يتغير شوية وهي بتستوي كده. اخواننا في الصين بيستخدموا الزبدة، ممكن تستخدمي زبدة زي ما انت عايزة، بس لازم تكون النار شديدة هنا، خلي بالك، يفضل طبعا. طبعا بحمرها، بتبقى كريسب شوية، بنخليها كده على النار شديدة. معانا من الخضار هنا اللي احنا قطعناه من شوية، معانا بصل اخضر لطيف وجميل بنستخدمه. ده برضو بيبقى أساسي معنا. ميزة المطبخ الصيني متنوع الخضار، تشكيلة الخضار فيه بتبقى لطيفة وجميلة بشكلها وألوانها. معانا فلفلة حمراء، معانا برضو حاجة لطيفة هنا، خلي بالك، الفلفل الأخضر ده. ده اختياري بس طبعا لازم عنه يعني. معانا طبعا شويه سمسم، تعالوا نشوفوا مع بعض اخبار اللحمه ايه. الله، هو ده، هو ده. تاخد لون بالشكل ده كده. ننزل بالخضار بتاعنا. شفت الاكله دي كده، ما تتخضيش. الخضار ده اول ما يشم الميه السخنه دلوقتي هتلاقيه على طول ايه، كبه زي السبانخ كده. ننزل بشوية مية ونقلب كده، هتلاقي اللي ظاهر قدامك دلوقتي اللحمة على فكرة. الخضار ده أول، بصي، هو ده أول ما بيتعرض للحرارة، خضار، خس، جرجير، سبانخ، كرنب. الله، وصحي يعني، خرجنا من جو التسبيك وجو بقى الزبادي وتتبيلة اللحمة بالخل والجو اللي احنا عارفينه ده كده. الفلفل ده يتحط عليه كمان، وهو تغيير يعني، خلي بالك. ده مطلوب. اوعي تستخدمي ملح هنا، لا كمون ولا كزبرة ولا ملح. نسيب اللحمة دي على النار. المطبخ الصيني ما بيستخدمش دايما الغطيان او ان هو يغطي الحلة بتاعته، احنا هنخلينا نقلب كده مع بعض وناخد بعضنا ونطلع فاصل، لان عندنا شوربه الذره الحلوه وعندنا الفرايد رايز بالسبانخ، حاجه لطيفه وجميله. وانا سريع التقليب هنا، او ان انا مستمر في التقليب مع حته اللحمه الكندوز اللي قطعتها شرايح، تبلتها بالثوم والصويا صوص وزيت السمسم والنشا وكل ده مع بعض والجنزبيل. وهنا المطبخ الصيني سريع التنفيذ وسهل التحضير. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الصورة الجميلة، ما شاء الله، اللحم مع الخضار مع الشكل اللطيف الجميل. طبعا بيختلف يعني، هنا خرجنا من جو الشاورما بقى والحتة اللحمة الحلوة. اعتقد الخضار كتير زي ما قلت لحضراتكم، في الاخر برضه هنشوف خضار، مش هنشوف. شفت الحلاوة دي؟ زي الفل. استخدمنا هنا في شوية حليب جوز الهند، بنحطهم قليل من حليب جوز الهند. دي كلها إضافات لطيفة وجميلة بتدعم الأكلة. الله، زي الفل. ونقلب. برضو استخدام حليب جوز الهند دايما في المطبخ الصيني عكس الزبادي، يعني احنا دايما نستخدم الزبادي. تلاحظ الصوص بقى لونه اتغير ازاي شوية. بتلاقي بعض المطبخ الصيني او المطبخ الياباني او الماليزي او الاندونيسي، المطابخ دي كلها سكة واحدة ومدرسة واحدة، لون الصوص بتاعنا بيكون احمر او ابيض. لو ابيض بياخد حليب جوز الهند، احمر بياخد فلفله حمراء او معجون طماطم. عجبني قوي اللون بتاع اللحم ده كده لطيف. تعالوا نغرفها مع بعض ونخلص، عشان عايز النار اعمل الفرايد رايز واعمل شوربه الذره الحلوه. ايه رايك في المكان الحلو ده؟ اللهم صل على النبي. يلا بينا،
يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده البيف التشاينيز بتاعنا. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. حلو، شوية سمسم حلوين كده. بعد المطابخ تحط عين جمل، تحط كاجو، ده اختياري برضو حسب الرغبة. شفت الصورة على الشاشة حلوة ازاي؟ إضافة السمسم عليها يعني أوميجا 3، يعني جمبري جامبو. ما هو الجمبري أو الفسفور يعني أوميجا 3. إحنا معانا سمسم اهوت على الوش، ولكن ده طبعًا يفضل ما يتحمرش، يتحط بنفس الشكل ده كده. تعالوا مع بعض نعمل شوربة الذرة الحلوة، نحطها على النار ونخلص منها كده مع بعض. طاسة على النار، مقاديرها على الشاشة، ذرة حلوة، بصل أخضر، فلفلة حلوة، شوية صويا صوص، شوية حليب جوز الهند. المقادير بسيطة وسهلة ولكن القيمة الغذائية عالية جدا. معانا جنزبيل، نبدأ في تقطيع الجنزبيل مع بعض. مقادير شوربة الذرة الحلوة. الذرة بتتعمل شوربة؟ هنشوف نعملها مع بعض ازاي. جنزبيل، ذرة حلوة، صويا صوص، والشوربة دي طبعا في أيام الشتاء لطيفة وجميلة، خاصة لتواجد الجنزبيل الحلو فيها. مقاديرها على الشاشة شفناها مع بعض يا شباب. خلاص يا معتز، يلا حبيبي تعالوا مع بعض نبدأ نشتغل فيها ازاي. هناخد الذرة الحلوة دي زي ما هي كده مع قطعة من الجنزبيل، حلو، معانا بصل أخضر، ناخد البصل الاخضر ده كده، بالشكل ده كده، ادي البصل الاخضر، التقطيع دي مطلوبة، حلو، وجود البصل الاخضر في كل انواع الشرب قيمة غذائية عالية جدا. هناخد الخضرة دي الحلوة دي مع الذرة، ناخدهم كلهم مع بعض كده، معلقة زيت صغيرة. أنا بحب المطبخ الصيني على فكرة، سهل. جنزبيل، بصل، دي شوربة. طبعا يعني مش كل يوم بقى شوربة كريمة ومشروم بالكريمة شوربة شعرية والجو اللي احنا عارفينه، تغيير. نقلب. الله، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ اهو الذرة الحلوة بتاعتنا. وجود الجنزبيل مهم جدا في طبق الشوربة. الله. صويا صوص، طالما حطينا صويا صوص ما نحطش ملح. الله. الماء المغلي. خلصت الشوربة. ايه السهولة وايه البساطة دي يا عم الشيف. الله. دايما الشوربة في المطبخ الصيني بتبقى شوية سبايسي. استخدمنا هنا معلقة فلفلة حلوة. الله. دي مش سبايس قوي بس بتدي لون حلو قوي للشوربه، بتدي لها ريحه حلوه. نقلب كده، شفت اللون ده كده؟ هو ده اللون اللي انا بدور عليه. حلو، قليل من حليب جوز الهند في الشوربه. شفت الشوربه خدت لون تاني خالص ازاي؟ بص على اللون ده كده، ايه ده؟ تفاصيلها بسيطة خالص. كل اللي أنا هعمله دلوقتي، بحب الشوربة يبقى فيها برضه إيه؟ شوية سبايسي، وأنا واقف كده باخد ده كده. رفيع خالص كده. بنفس الطريقة كده.
ونحط حاجات الحلويات دي كده في قلب الشوربه. الله، خلصنا من كمان من المطبخ والشوربه اللطيفه، تقلبتها حلوه اهي. طبعا انت لو انت في اوبن بوفيه شفت دي هتسالي دي شوربه ايه، ولكن طعمها لطيف وجميل، فيها طعم الجنزبيل، فيها طعم حليب جوز الهند، الذره الحلوه. شفت طبق الشوربه ده لطيف وجميل ازاي، تفاصيله اهو. والسويت اند ساور طبعا السكريات بتاعت حبيت الذره الحلوه مع السبايس بتاع الفلفل مع طعم الجنزبيل، واحده بناكلها كده التفاصيل دي بقى لما تدوقيها هتعرفيها. طبق الشوربه ده جاهز، نبدا نغرفه كمان ونخلص منه. فين مكانه حابين؟ لا دي مش ما فيهاش لحمه ولا فراخ، احنا لازم الشوربه يبقى فيها لحمه وفيها فراخ. لا بالعكس، الشوربه كل ما كانت فيها كميه خضروات حلوه لطيفه وجميله كل ما تبقى زي الفل. على فكره ممكن هنا للامانه نضيف برده مكعب زبده كده حلو في طبق الشوربه ده، بيدي لها رونق، بيديها طعم. ممكن ده في التقديم زي ما بتشوف كده على البوفيه مكعبات من الزبده. راحت فين الزبده؟ ندور بقى، ندور عليها مع بعض كده. شوربه لطيفه، يلا بينا. اللهم صل على النبي، شوربه الذره الحلوه. لا عجبتني يا شيف والله، عجبتني الشكل وحليب جوز الهند مع الذره الحلوه. البصل الاخضر هنا سيد الموقف، الف هنا وشفا. الشوربه دي من الشرب اللي تعد في ايام الشتاء مهمه جدا. خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير. عملنا طبقين في وقت قليل جدا، طبق البيف تشاينيز بتفاصيله، عملنا شوربه لطيفه وجميله الاساسي فيها البصل الاخضر مع الجنزبيل. خلينا ناخد فاصل صغير ونرجع نعمل ازاي الفرايد رايس بالسبانخ بتاعتنا الجميله من خير ارضنا، معاها رز مسلوق معاها بيض. المكون اللطيف الثلاثي ده اذا كان رز كربوهيدرات ونشويات، اذا سبانخ معادن وحديد، اذا بيض كالسيوم ومعادن، اصبح ان الوجبه دي تناسب الصغير والكبير. ولكن الفرق ان هي النهارده من المطبخ الصيني بخفه دم مصريه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. يعني ايه فرايد رايز؟ يعني رز مقلي. اخواننا في الصين او في اليابان متعددين الشكل واللون والطعم في الفرايد رايز، ولكن اللي بيعجبني واللي بيبهرني بصراحه ان ده رز مصري. اخواننا في الصين وفي اليابان عاشقين للرز المصري، عرفتوا مصر ام الدنيا في كل حته، حتى على السفره اليابانيه والصينيه متواجد. السوشي رز مصري. تعالوا نعمل مع بعض الرز المصري مسلوق جاهز معانا. ممكن يكون رز بايت عندك في التلاجة بتاع ملوخية أو بتاع عاملة فتة، إحنا كلنا بتلاقي فتح التلاجة بتلاقي بولة فيها شوية رز، هتاخديها ومعانا سبانخ ومعانا جنزبيل ومعانا بيض ومعانا قليل من الشبت وقليل من الفلفل. تعالوا شوفوا نعمل الطبق اللطيف اللي بيتكلم صيني ولكن بخفة دم مصرية. عارفين ليه؟ لأن الأساسي فيه والعمود الفقري فيه رز مصري باين على الشاشة، مسلوق مسبقا بقليل من الخل بدون ملح. المقادير على الشاشة بسيطة وسهلة. هاتي الصويا صوص، خش عليا. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. مقادير بسيطة وسهلة. أهم حاجة عندك يكون طاسة، الطاسة دي شديدة الحرارة. مكوناتنا بيض مع فلفلة حلوة، حاجات بسيطة وسهلة ولكن بتفرق جدا في طريقة التنفيذ. زي ما قلنا لحضراتكم الطاسة اللي هي من المطبخ الصيني طريقة التنفيذ لوحدها بتبقى مهمة جدا. نبدأ نحط الأول معلقتين من الزيت في الطاسة. حلوة، ونسيبهم يسخنوا مع بعض، ونجيب بولة صغيرة كده ونفقش فيها أربع بيضات. حلو، مع بعض كده. اللهم صل على النبي. الدنيا حلوة كده ولا شيل حاجة في السكة؟ حلو، ده البيض تمام. هنخفق البيض ده كويس.
نعم يا غالي، الله يسامحك. وانا بعمل كيكه تحل وحط فانيليا، شفت المخرج بقى ده الفرق لما يكون في مخرج وشيف. انت اخراجيا شاطر، قال لي هنحط فانيليا، ما هو على طول احنا نفقش بيض في بوله يبقى فانيليا، فانيليا هنعمل كيكه، لا احنا مش هنحط فانيليا خالص على البيض. هنحط معلقه زيت سمسم، يوه حلو قوي، معلقه صويا صوص، حلو قوي، فص ثوم ناعم، حلو قوي، ده كله على البيض ونقلب. ومعانا يا عم الشيف في المقادير بصل اخضر، اهي البصلايه الحلوه دي كده، ناخدها كده نقطعها اهو. بصل البصل الاخضر بيتغسل وهو سليم اهو. اخد العروق بس اهي، بس خلاص ناخدهم كده زي ما هم ونحطهم على البيض، ويلا بينا على النار وربنا يكفينا شر النار. تاني عملت ايه يا عم الشيف؟ للامانه هحط شويه كزبره خضراء. عملت ايه يا عم الشيف؟ البيض معاه زيت سمسم معاه صويا صوص معاه فص ثوم معاه عروق البصل الاخضر متقطعه على النار كده، وتعالوا نوقف على النار. حلو قوي، اهم حاجه تكون نار شديده، ما ينفعش النار اللي هي مش شديده والنار الضعيفه في طهي الاكل الصيني، عشان كده بنشوفهم طبعا بيعملوه شو في بعض الشوارع هناك والحواري، محتوياتهم او ادواتهم نار شديده والطاسه والمعلقه اللي هم بيقلبوا بيها. حلو الكلام. اهم حاجه هنا بقى في الموضوع انك انت ازاي تعملي اكل صيني او مطبخ طلياني او مطبخ مكسيكي او مطبخ لبناني او مطبخ عربي خليجي بنفس الطعم وبنفس الروح، استخدامك للتوابل بتاعتهم والبهارات بتاعتهم هي اللي بتاخدك من مطبخ لمطبخ. البيض عندنا هنا زي الفل، معلقه الزيت هنا في النار بنحط كده، يلا بينا يلا بينا اهو، هو ده ملاحظين حاجه هنا، والبيض بيستوي لازم على نار شديده يا عم الشيف عشان يدينا كانك بتعملي بيض مقلي عادي خالص. فاكرين البيض ده اهو، خد الخضره اذا كان بصل اخضر او شويه كزبره مع تومه مع صويا صوص، اوعي تحطي ملح، خلي بالك. معانا سبانخ، تعالي يا سبانخ، كتير قوي السبانخ دي يا ام شهد. هناخدها كده بنفرمها بالسكينه، الله اهو الفرمه دي اهو اهو، سبانخ طازة، الله. ناخدها زي ما هي كده يا عم الشيف، زي ما هي يا أمي، زي ما هي يا ست الكل هنا، يلا. سبانخ وبيض، كالسيوم وحديد، يعني عضلات، يعني رياضة، نقلب السبانخ مع البيض. شفت الجو ده كده؟ هتلاقي السبانخ خدت لون على طول، شفت ازاي؟ هو ده مع البيض. تقدر تحط حاجة من الاتنين هنا بقى عشان للأمانة، يعني تحط يا إما رز مسلوق مسبقا يا إما نودلز. حلو، طب أيهما أفضل؟ الرز المصري. عندك شوية رز بقى في التلاجة زي ما قلت لحضراتكم سلقاهم قبل كده، هناخد الرز ده كده كفاية أوي زي الفل، ونقلبهم ايه الاكله دي يا عم الشيف؟ مش انت عايزه اكل صيني؟ مش جوزك بيسافر على الصين شغله بيحتم عليه؟ مش ابنك بيسافر على الصين جوز شغله بيحتم عليه؟ مش بتشوفي بعض الاكلات وعايزه تعمليها في المطبخ؟ هو ده. لا جبنا بقى حله محشي ولا حله كرنب يا عم الحاج، ولا ورق عنب ولا الجو ده كده، وناس صحتها زي الفل ولا يعرفوا حاجه عن المحشي. عندهم محشي بيعملوا الكرنب ده محشي لطيف جميل جدا باللحمه المفرومه كده، طريقتها ازاي؟ بيجيبوا الكرنب يتسلق، وبعد ما بيتسلق تتعمل اللحمه تتبيله حلوه، بتاخد نشا وبتاخد بهارات من الجنزبيل والصويا صوص والثوم، طبعا ما بتاخدش حبان ولا الجو بتاعنا اللي احنا عارفينه ده. وبعد كده تتلف الكرنب باللحمه دي كده، خدت بالك؟ حاجه كده تبقى عامله زي زنود الست، وبعد كده تتحط في حمام بخار وتتسلق، وبعدين تحط عليها الصويا بتاعتها وزيت الست. شايف الفرايد رايس شكله حلو ازاي؟ لطيف، عجبني بصراحه.
نغرف الطبق ده كده بسرعه. شكله حلو، شكله جميل. الله، فرايد رايز بالسبانخ. لا ده لما ندور على القيمة الغذائية اللي موجودة في الطبق ده كتير قوي، تفاصيل كتيرة قوي. نعم، ممكن يعني لو انت غاوي انك انت ايه تضيف، واللي ممكن نضيف لحمة مفرومة، يعني مش هتبقى صيني بقى، دخلنا رز بالخلطة، ممكن نضيف مكعبات من الدجاج. فراخ مفرومة او فراخ متقطعة مكعبات، تبقى اهلا وسهلا. شايف الطبق حلو ازاي؟ شكله جميل ازاي؟ تقديمة عجبني الشكل. يلا بألف هنا وشفا، ده مكانه. لطافة، بساطة، سهولة، مرونة. قدرنا نخش المطبخ الصيني بتفاصيله، المطبخ الياباني بتفاصيله، نعمل حاجة حلوة. عملنا البيف تشاينيز بطريقة سهلة وبسيطة، عملنا كمان يا عم الشيف شوربة الذرة الحلوة زي ما حضراتكم شفتوا، الأساسي فيها البصل والجنزبيل. عملنا طبق جميل جدا من الفرايد رايس، للأمانة عجبني شكله وعجبني تفاصيله بما فيه البيض والسبانخ، وخاصة رشة السمسم اللي هي الرشة الشقية اللي أنا بحطها دايما على الأكلة وهي سخنة. ناخد بعدينا وتاخد بعدينا طبعا، ومهم جدا ان احنا لما نسافر اي بلد او اي مكان احنا بيحتم علينا الشغل بتاعنا، بتبقى في بعض الاكلات المشهوره بالمكان او بعض الاكلات اللي لها تفاصيل، اعلمك ازاي تعمليها في البيت عندك بطريقه سهله وبسيطه. يعني رؤيه فن ابداع، بتشوفوا كله مع شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.